السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا في صحه جيده يا رب. اليوم راح نديروا فيديو بزاف شباب، راح نديروا تحضيرات تاع لانيفيرسير بيان سور. كما كنتو تشوفوا اللون الازرق يعني راح نديروه للاطفال. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. وتاني كما كنتو تشوفوا حبيت ندلكم بالاشياء اللي شريناهم والبخي تاعهم. كيما هنايا هادو ليمول تاع لي كاب كيك اللي يجوا بزاف شابين، كي نحطوا فيهم الكاب كيك يجي واقف والمنظر تاعو راقي. هادو يديروا 20 ألف ولا تقدروا تلقاهم 25. انا نسيت يا 20 يا 25 بيسك ماما هي اللي خلصت. وهنايا هادو لي زاسيات صغار مع هادو لي سيرفيات، هادو يديروا 30 ألف. وكاين يعني الرسومات كيما حبيتو، كاين كيما هادو من عامين 3 سنين يقدروا يديرهم، وكاين بزاف لي ميكي كاين ما شاء الله يعني نتوما حبيتي. بالنسبه لهادو المغارف فيهم 48 مغرف يديروا 20 ألف وسوليد هايلين. وهادو لي ساشي مع الرباط تاعهم باش نديرو فيهم المايس، تقدروا ما نديرو فيهم زعما عندكم حلوه ولا شوكولا وتزيدوا معاهم طوموبيل صغيره ولا كوجاك ولا وتمدوهم لدراري صغار يعجبهم الحال ويجوا شابين وهايلين. هنايا هذوك الساشيات شيناهم 18 ألف. وبالنسبه لهذا يعني اللي نحطه فوق الطابله هذا يدير 10 ألف. هنايا شينا هذو العقيق شاد صغار 10 ألف للباكي. وشدينا هذه لاباتاغوم تاع الشمينغوم. واش نقول لكم الكيك تاعي اليوم جا بنه خرافيه، ماشي مال فندير خير من هكا الشكل وكلش، مي هذا كامل قالوا لي بنين واش درتي فيه منا. قلت لهم لا غير حتى تشوفوا لا فيديو تاعي باش تعرفوا السر، وهو هذه لاباتاغوم تاع الشمينغوم. اني حابه كامل تفرحوا ولادكم تفرحوا العائله تاعكم هكذا باش يفرحوا بهذيك لاباتاغوم اللي بزاف هايله. وشرينا هذاك المايس 5000 للساشي. هنايا حطيت 5 حبات بيض وكاس الا ربع تاع سكر ورشه تاع الملح. بون هادو كامل المشتريات شيناهم المارشي تاع البيار، او كاين داخل المارشي هذا كوفر اللي قدام البلديه، او يبيع واحد يعني دوزن تاع الحلوى تلقاوهم تلقاو كلش عنده ويبيع ما شاء الله، يعني ماشي غالي بزاف وماشي رخيص يعني في متناول الجميع. هنايا حطيت هذوك 5 حبات ولا الدجاج ولا بيض المهم، وحطيت كاس الا ربع تاع السكر. هنايا ما راحش نديرو لا جينواز، راح نديروها تشبه لا جينواز، تجي خفيفه وتجي مشربه وتجي مزيته. طلعت البيض 2 مرات فقط، يعني ضعف الحجم تاعو 2 مرات، بيسك لا جينواز لازم نضعفو الحجم تاعها حتى 3 مرات. ابخي درت هذاك الزيت، زدت ضربته بالخلاط الكهربائي 2 دقائق من بعد باش نرمي الفرينه. كما كنتو تشوفوا رميت الكاس الاول مع اللي اسمها لا ليفور شيميك. هنايا ما نساوش لافاني، انا درت سكر فاني. وهنايا زدت 2 مغارف برك بيسك حسيت الفرينه الى بس بها. وشوفوا الطريقه كيفاش ندخل الفرينه، اهم شيء نضربوا من تحت لفوق من تحت لفوق، ندوروا هذيك المغرفه حتى نشوفوا الفرينه تاعنا كامل دخلت في هذاك الخليط ونحسوها يعني ما كاش فرينه، سينو تقعد لنا لداخل حبيبات مام كي طيب الشكل تاعها ما يجيش. هنايا نكون شعلت الفوق 15 دقيقة مقبل، ومن بعد نشعل عليها من تحت واحد نار قليله، دائما نار متوسطه. كي نشوفها حمرت لي ملي كوتي باش نشعل عليها من الفوق. راح نعطيكم اسرار تاع السيرو باش يجيكم بنين ويجيكم خفيف وما يجيكمش ثقيل. هو نديرو كاس تاع سكر وزوج كيسان تاع الماء بيان سور وشريحه تاع الليمون. وتاني هنايا ماشي زعما هنا لازم كي نحطوه فوق النار، هذا هو السر تاعو، كي نحطوه فوق النار لازم يغلي 10 دقائق فقط غير يبدا الغليه. التما نحسبوا 10 دقائق ونطفوا عليه هكا باش نتحصلوا على سيرو يجي بزاف خفيف ويجي مليح في نفس الوقت. بالنسبه للكاب كيك اللي حنديرو معاكم، هنا راني دخلت لا جينواز تاعي راهي طيب وكلش، المول 20 على 30 نورمالمون. هنايا عندي 3 حبات بيض، نص كاس تاع الزيت، ومغرفه كبيره تاع الزبده. عندي لافاني ولا ليفور شيميك، ومغرفه كبيره تاع الكاكاو، نص كاس تاع السكر، وكاس نفس الكاس اللي مكيله به البيض الزبده والسكر كيلت به الفرينه. توجور نحط كاس الاول من بعد نزيد نكيل ونشوف شحال يرفد لي. هنا الزبده غير مغرفه كبيره وماشي معمره، بيسك لو كان نكثروا
لا مارغرين هادي راح يجينا ثقيل. انا ملف ندير بزاف لي كاب كيك، عندي اشكال وعندي كيما نقولوا طعم مختلف، مي كي كنت نديرهم بالزبده يجوني ثقال، باغ كونطخ كي ندير لهم زبده وزيت يجوا بزاف بنان وخفاف. هنايا هذيك الزبده والسكر نخلطهم مليح مليح، من بعد يعني كي نشوف هذيك لا مارغرين دابت لي شويه باش نرمي هذوك 3 حبات تاع البيض. ودايما البيض يكون درجة حرارة الغرفة، ما ننساوش رشة تاع الملح اللي ضرورية هي اللي تعطينا هذيك البنة في الكيك تاعنا ولا الكاب كيك. اني نخلط هنا خلط حوالي 3 دقائق فقط، مانيش حابه يطلع لي يعني يتضاعف الحجم تاعو. هنايا حطيت مغرفه كبيره تاع كاكاو وندير سكر فاني، من بعد ندخل مليح هذاك يعني ندخلو مليح هذاك الكاكاو ودخل هذاك الزبده والبيض باش هكذا كي نرمو الفرينه يكون الخليط تاعنا متجانس. باغ كونطخ كان نرمو ديريكتومون الفرينه راح يجي الشكل تاعو ماشي شباب. ارميت كاس تاع فرينه وزدت له لا ليفيغ شيميك، هذه الوزن تاعها 10 غرام. نقعد ندخل غير بالعقل، وهنايا جاتني الصدمه، هنا تفكرت بلي نسيت الحليب. نورمالمون نزيدو نص كاس تاع الحليب وبعد راني نخلط نقول شنو هذا وعلاش جاتني هكذا كيفاش. ومن بعد فكرت قلت نسيت الحليب، راح نجري الفريجيدار جبت نص كاس تاع حليب وحطيته فوق هذا الخليط. نتوما اكيد كي ديروه وجدوا نص كاس تاع الحليب من قبل، بيسك على بالكم راني دخلته مليح مليح ونخلط فيه. هادو هما المقادير، يعني مقادير مضبوطه، ما نزيدوش هذيك الفرينه اللي كنت كيلتها. كاني نخلط حتى نشوف بلي هذا ماشي كاب كيك، هذا ولا عجينه. المهم هذا هو القوام تاعو، شوفوا كيفاش يجي، يجي شويه خفيف هكا باش ما يجيناش ثقيل. نوجد لي كيسات تاعي، شوفوا هذاك الشربات بريباريتو قبل ما ندير هادو لي كاب كيك، شوفوا 10 دقائق كانوا واجدين، يعني ما يشدوا لكمش كامل الوقت. انا درت كل حاجه في نهار واحد، هذا ما وجدتش مقبل ولا وهكذاك وجوني ساهلين وكلش. المهم برك حطوا راسكم وما تنساوش كيما انا، بيسك انا كي نبدا نكون مبونشيه في حاجه ولا وديجا كنخاف نقول يا هذوك ما نلحقش وهكذا. ومن بعد تفكرت بلي نسيت الحليب. هنايا على بالي حتسقسوني تاع من هذه لانيفيرسير، هذه لانيفيرسير تاع وليد جارتنا الصغير في عمره 2 ونص 3 سنين هكذاك، نحبوه بزاف، دارتها له ماما. شوفوا لي كيسات دائما نمسحوهم اذا كان سايح الشوكولا ولا باش هكذا ما كيتحرقوناش، ونطيبوهم على 170 درجه يطيبوا لنا من تحت باش نشعلو عليهم من الفوق. شوفوا هنايا هذاك لاجينواز تاعنا خرجت لي، جات ما شاء الله، قسمتها على زوج ونحيها من التحت. نديمو ليها بطريقه سهله وبسيطه، المهم خلوها حتى تبرد. انا غير خرجتها خليتها تبرد في البالكون بيسكو شويه البرد كوزينه سخونه، ودخلت هذوك لي كاب كيك يطيبوا هكا باش نربح الوقت، يعني يد من يد من واش نقول لكم. مام هذا السيغو جبدته وخليته يبرد باش هكذا كي نشرب به لاجينواز لازم لاجينواز تكون بارده والسيغو تاني يكون بارد، هكذا باش نتحصلوا على احسن نتيجه. وانتم اللي قدرتوا وجدوا كل حاجه، يعني وجدوها من قبل ولا صباح وديكوري ولا عشيه باش هكذا الشكل تاعكم يجيكم الشباب، سورتو اذا كانت مبتدئه. هادو الخطوات مهمه، اذا كنتي مبتدئه لازم توجدي خطوه بخطوه باش هكذا تضمني الحاجه تنجح لك 100%. انا هادو ما الفنديرهم وكلش، يعني نقدر ما نخافهمش، وهكذا كل ساعات نغلط وساعات ننسى وساعات ما تجينيش مليحه. المهم كي تكوني مرتبه امورك ولا غير حاجه تنجح لك ما شاء الله. بالنسبه لاشونتي هذه تاع رابحه راني نستعمل فيها تطلع ما شاء الله هايله. شوفوا لي ما بيان سور وحده في الدار ما تقدرش تشي بيدون، ام كاين البيض هكا صغار وتستعملهم. درت كاس الا ربع تاع ما يكون بارد وكاس كبير تاع شونتي ومغرفه صغيره تاع لاباتاغوم بشمينكم لي منكهه بشمينكم. شوفوا كيفاش طلعت لي، يعني طلعت ما شاء الله والبنه واش نحكي لكم. هذيك لاباتاغوم زادت النص في هذه لاشونتي وزادت النص في لي كاب كيك. شوفوا كيفاش يجي القوام، يجي ثقيل هكذا. نخليها تبرد، وهنايا كيما شفتوا مع الاول حطيت هذاك لاجينواز في السنيوه، ما كانش عندي هذاك اللي حطوه من التحت. هنا ماما راح جات هذا وجات هذه لاتيزان تاع البابونج بيسك بزاف مليحه ومهدئه في نفس الوقت، وشرات هذا الطبسي يعني زياده قلت لها ماما كان ما جبتيهش بصح معليش، وزادت لقات هذا الشابو جابته ونسينا الشمع ما شريناهمش.
جابتهم، وهذا هو اللي قلت لكم عليه، بسك انا كي كنت نشرف فيها كنت نسايس فيها، بسك ما عنديش هذا الورق اللي يديروه من تحت. هذا الكارتون يشد لكم مليح لا جينواز تاعكم، ميم كي تشربوها ما تخافوش منها. شوفوا كيفاش سقمتها كيفاش جات مليحه، من بعد زدت شربتها مليح مليح من الفوق. وهادو الاسرار اللي لازم ناخذهم بعين الاعتبار، مثلا هنا كي شربتها لازم على الاقل نخليها 15 دقيقه حتى تشرب وتنشف. انا مباشره درت لا شانتيي، مي كي تشرب هذاك السيرو يكون احسن، على بالي راني نقول لكم لازم خطوه بخطوه. وهذه هي، ودائما كي زعما ما تخافوا ما والو، هذه للمبتدئات. دائما كي تكون عندكم هكذا مناسبه ولا تكلوا على ربي، قولوا بسم الله، قولوا يا ربي ان شاء الله يقدرني باش نفرح هذو الناس اللي حياكلوا هذا الاكل تاعي ولا هاد الحلويات تاعي، ولا غير ربي يقدرك وتخرجي بنتيجه غير ما شاء الله. انا هذه تخلعوا كامل فيها، قلت لهم علاش انا ماشي مالفه ندير هكذا، قالوا لي لا لا البنه جارتنا هبلت عليها، حتى رجلها قال البابا، قال له ولا غدات ما شاء الله، باسكو هما اللي ولين يكلاو كلاو، عطينا لهم حقهم برا يعني قدام الباب، وحنايا نصف في الصالون. بلا غير عجبهم ما خلا ما بقى، قال لي بابا جات هايله، قلت له يعطيك الصحه ربي يحفظه ان شاء الله. المهم شتو واش درت الفيرميسال، وحطيت هذا واسمو كفريت، ولا ديزاين هكا تاع الاطفال، تلقاوه تاني عند اللي يبيع الحلويات. لازم ندهنوها بلا جولي هكذا، ولازم نشربوها مليح باش كي نجو نقطعوها تجينا سهله. وندير هادو لي غوزاز تاع لا شونتي، كنت حندير اللون فونسي اللون كلير، ومن بعد بدلت رايي خفت ما تجينيش مليحه. وشاني كنت نقول لكم ماما تحبو بزاف هذا، يعني ولد جارتنا الصغير وحبت ديرلو لانيفيرسير، قلنا لها ديريها له معليش، المهم ما غنينا ما بوسك، حنا بابا ما يحبش زعما نغنو ولا كي نديرو لانيفيرسير نغنو، لا لا مثلا مام تاع ماما ولا تاع اختي ولا هكا نشرو خبزه ولا نطيبوها في الدار، المهم ناكلو وكلش ونفرحو. مي الغنى زعما جوايوز انيفيرسير ومنا باتاتي مناطي ما تكزيستيش عندنا، بيسك ملي كنا صغار بابا ما يحبش. شوفوا الكاب كيك كيفاش جا، جا ما شاء الله جا خفيف ومعسل، ان شاء الله نتوما تاني تسنيوه وتنجحوا فيه ويجيكم خير مني. ولا ما بالي صوتي راهو بزاف هابط، ولا راهي 12 تاع الليل، وهذا وين كملت كامل، يعني انا ما خدمتش شغل باش نكون صريحه معكم، ما نغسل الماء عند كي نكون في دارنا ما والو، عندي الكوزينه برك هذا مكان، وهذه هي كاين اللي يخدم الشغل، ماما تعاوني كلش بصح كاك وعيد مع درنا مع كنا هكا درنا لانيفيرسير وقعدنا قصرنا مع جارتنا وكلش صافي جاز الوقت. وهذا وين قدرت نسجل لكم، شوفوا هنا بعد ما درت هذيك لا شانتيي، شوفوا الشكل تاعها شحال جاشبه، تقدروا ديروهم بهذوك العقيق شات كما تقدروا ديروا بالفيرميسال، يعني كل وحده والامكانيات تاعها. ولا غير شوفوا هذو الدوزان ما سقمناش كم بزاف من الطابله، مع الاخر جات تهبل وفرحنا بها والبنا واش نحكي لكم. وهذا شرينا غير قيس 5000 في الطابله تاع اللي يبيع المايز في المارشي، وجاتنا ما شاء الله يعني طنجره كبيره، درت الزيت ودرت الملح، وهذا ما كان خليته يطيب على نار قليله. شوفوا هذا المنظر شحال الشباب، انا دائما كي نديروا المايز نتفكروا الصغر تاعنا، بيسك ماما تحبوا بزاف وديروه لنا. انا حطيتهم في هذو لي ساشي، بيان سور لازم حتى يبرد، قلت لكم انا يدي كانت من نومن غير نشوف حاجه بردت ولا حاجه شويه سخونه بزاف نخرجها للبالكون تبرد نعاود ندخلها، بيسك راهو البرد بصح في الكوزينه سخانه. شوفوا المنظر تاعهم شحال يجي شباب، يجي شباب وراقي وبخاتي، كي تحطيهم هكذا في السنيوه ولا في السله يجي المنظر تاعهم بزاف شباب، ويعني ويعمروا لك الطابله. انا حطيتهم في هذا البلا، ودوكا راح ندير لكم واحد العصير بزاف شباب. المهم هذا عطاه لي مول الحانوت اللي شيت من عنده، قال لي اختي كي يعني تطلع هكا وتهبط الامارات، قال لي بلي شرباتو لتما، وقال لي واش حديري به، قلت له فوالا حندير به لي كاب كيك وهذه لاباتاغون، قال لي نعطيك واحد جوسي، قلت له ايه ماذا بيا، درت ثلاثة حبات عصير تاع القارص، زدت لهم غرفه صغيره تاع لاباتاغون اللي تكون بنكهه شمينغوم، وزدت لهم
شرائح بيان سور نخلطهم مليح مليح يعني حتى نسي كامل يدوب لي هذاك الكولورون. من بعد نزيد هذيك القرعه تاع الفيشي ريت لا كومبلي، كيما نعرفوا الفيشي يجي مر يعني ما يجيش حلو. حنا هكذا كو في الدار نموتوا على السكاكر، وكل حاجه ما تكونش حلوه ما نشربوها وكلش. انا لا لا نشرب نورمال، مي دارنا لا لا هكذا كو عجبهم وقالوا لي بزاف مليح، قالوا لي نولوا نديروه هكذا. وسربيته خليته حتى يبرد بيان سور، ولا كنا في فصل الصيف ديروا له مثلجات ويجي بزاف، ديروا له يعني لي غلاسون، لي غلاسون حطوه داخل هذاك الكاس يجي بزاف هايل. انا هنا قلت له غير ندوقو ونشوف الطعم تاعو، صح خرج ما شاء الله. ودوكا جيت باش ندري سي الطابله تاعي نشوف كيفاش تجي كيفاش ما تجيش. هو الوقت يعني اللي فرحت به بزاف، وهنايا كانت وحده معانا اي مشتركه في القناه قالت لي تعجبيني بزاف بزاف، وبعثت لي هادو لي بلاطو ميغوار اللي فرحت بيهم بزاف. تقدروا تشوفوا ديروهم فوق لاكوافيس تاعكم، تحطوا فيهم الماكياج كيما تقدروا تقدموا فيهم. كيما انا اليوم دوك تشوفوا كيفاش راح ندريسي فيهم الطابله. وحبيت نقول لكم بلي هادو اللي فيهم العقاش هكا قالت لي ما تخافيش كامل منهم، ماشي كيما هادوك اللي يعني فيهم هكا عقاش صغير هادوك يطيروا. باغ كونط هادو ما تغسلوهم يقعدوا هما هو يعني هما هما، وهذا العقاش ما يطير لهمش. قالت لي تقدري تغسليهم كلش ما يحل ما يزول، قلت نسيهم ونشوف. المهم المنظر تاعهم بزاف شباب، حنخلي لكم لاباج تاع الانستغرام تاعها في اول تعليق، ونخلي لكم النيميرو تاعها باش هكذا اللي يعجبوها ولا يعني تقولها برك جيتك من طرف زهرة، وان شاء الله دير لها سومه بزاف شابه. هذه هي، وهنا شوفوا كيفاش درت لي كاب كيك، حطيتهم فوق هذه فوق هذا البلا بلاطو ميغوار، جاو ما شاء الله زادوا النص فوق الطابله. واكيد الموديل كيما حبيتو نتوما تخدم لكم، حبيتو مدور حبيتو كاري حبيتو اي شكل من اشكال بعتو لها برك وهي تخدم لكم. وهنا حطيت لي شيبس بدوق البطاطا والثاني تاع الشوا، حطيتهم هكا في هادو يعني لي بول صغار. شوفوا هنايا هذه البلاطو واش درت فيه، درت فيه هذيك اللي نحطو فيها بورت كويير، ودرت هذوك لي زاسيات الصغار، واش ثاني درت الشماع وكلش. وهذا بلاطو ميغوار الثاني درت فيه لي كاب كيك، وجد شويه فاكهه هذا واش لقيت في الدار غير المندارين، وجدنا ثاني جو. هذه هي لا باتيسري كيفاش جات، جات ما شاء الله، والله ما حطيتها في الفريجيدار ما خليتها تريح ما والو، والبنه جات هايله. مش راني نشكر في روحي، راني نشكر في لاباتاغوم هذيك اللي بحيطر تاع الشمينغوم، واني حابه كامل تسيوها بيسك بزاف هايله. هنايا حطيت هذاك اسمو يا ربي المايز، وهاوليك هذاك والله ما على بالي اسمو هذا العصير اللي درتو خدمتو معاكم. المهم هو قال لي عصير تاع المطاعم، المهم تاع لي ريستورون قال لي شي كان درناهم كيف كيف. هادو هما لي كاب كيك، المنظر بزاف هايل والريحه هايله، شاهدكم في الجنه حبيباتي. انا هذا الفيديو تشجيعي باش نحفزكم، وهذا ما كان وما نسيت باش نقول لكم هذا الكادو تاع ماما لي دارته له. انا ساعه ساعه كي نخرج كنشري له حاجه، كيما ديك المره شريت له واحد لاغورد، وثاني شريت له واحد الساك لي يدوه معاهم لاكراج هكذا يحط فيه اللمجه تاعو ولا الكوتي ولا كي نشوف ماما شرات له نقول انا ثاني نشري له. هذه هي، ان شاء الله ربي يحفظه ويكبره على الطاعه والدين ويخليه ليما. وحبيت نقول لكم يما فرحت بزاف بزاف ودعات لنا كامل، هي تدعي لي تقول ان شاء الله ربي يفرحك وان شاء الله هكا، وانا قلت ان شاء الله مشتركاتي ان شاء الله ربي يفرحهم ويرزقهم الذريه الصالحه، ولا يمتمنيه حاجه ربي يعني ربي ان شاء الله يحققها لها. وهابلي كاو فوق الطابله درنا نسو كلش، انا مادا بيا نقسم ونوري لكم، وهما اللي غربه قلت لهم الصبر ولا غير حتى نقسم ونوري لحبيباتي كيف جد باش نلتابيكم. هاني هي وهنايا هذا درتو انا ولا غد درتو قبل يعني ما ناكلو، بيسك على بالي كي نحطو هذيك لاباتيسري وكل شو هكذا تشد لنا الوقت، حنا ما تعشيناش بكري، حطينا قبل كلينا هكاك جوهت الخمسة لاباتيسري باش وجدنا العشاء. مشي انا وجدت العشاء، اختي دارت رشته بالطبع الله يبارك جات تشهي عسل. وانا واش قلت ندير، قلت ندير شلاده كيما تعرفوا شلاده تزيد في الطابله ولا غير تزيد فيها واحد البنه هايله وتشهي كي تشوفيها هكا قدامك تحبي تاكلي تعطيك لونفي باش تاكلي. انا درت زوج بتي سويس سنه تاع الثوم ودرت نعناع وخلطهم مليح مليح، ما نساوش الملح، ديروا الملح حسب الذوق.
ونخلطهم تخي تخي بيان، كانت تحصل على صلصه هايله. تقدروا ديروها في الشلاضه كيما تقدروا تاكلوا بها اي ماكله. ومن هذا الفيديو هكا مليح كي تتهلاو في الجاره تاعكم وهي تتهلا فيكم. احنا هذه جارتنا الله يبارك، شوفوا كل يوم كل يوم يوميا تبعت لنا طاس شربات، يوميا طاس شربات دائما. وش طيب تبعت لنا ماما، وش طيب تبعت لها، وماشي زعما نهار كامل وهي في دارنا وحنا نهار كامل في دارها، بالعكس والله ما ندخلوا لدارها، والله ما تدخل لدارنا غير كيما نقولوا غير في المناسبه. مي هكذاك دائما حقها يتبعتوا، دائما هي ما تنساناش. ماشي زعما ديروا جيران باش هما يعيشوا لكم حياتكم وانتم ما تعيشوا لهم حياتهم، لازم هكا غير نجوزوا معاهم لحظات تكون شابه وما ناديوش الجار تاعنا. من هذا الفيديو انا شوفوا ماما دائما نرفد من عندها، جامي تدنا الواحد، ودائما كيما تحب الخير ليها تحب الخير للناس، وجامي طيب ماكله وما تصدقش منها. لازم حاجه الاولى كي طيب الطنجره تاعنا ولا الحاجه الاولى لا باغ هي تخرج، لازم تتصدق. هي دائما تقولنا هكا، تقولنا الصدقه يعني ما شاء الله تنحي عليكم البلاد، تبعد عليكم المصايب، ولا غير صح كلامها كيما نقولوا كلام صواب. هذه هي الشلاضه، شوفوا كيفاش جات، شاهدكم في الجنه جات هايله. وسيو هذه لاصوص اللي درتها جات بنينه، وهذه هي الرشته اللي طيبتها اختي جات عسل من يديها. وتبقى ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم وتهلاو بزاف بزاف في صحيحتكم، احبكم في الله وربي يحفظكم. ما تنساوش تخلوا لي تعليق وتشجعوني لتحتها باش نتحفز.